بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ مع بعض ان شاء الله محاضرات الهيتيروسايكليك كيمستري. قبل ما أبدأ عاوز اقول ان الهيتيروسايكليك ديت مكرر دايما سمعته مش قد كده، فالناس كلها تقول ده مكرر صعب جدا، ده صعب يتذاكر، ده يعتبر ادفانسد كورس والكلام ده كله. والحقيقة ان الكلام ده مش مظبوط. الكورس ده من الكورسات الممتعة جدا والسهلة والبسيطة لو تفهمها، فإن شاء الله نتابع مع بعض وهيكون الموضوع سهل ولذيذ. طيب النهاردة بنتكلم في أول محاضرة، وبالتالي هتكلم في الأول كده تعريف بسيط وبعدين يعني نتوسع واحدة واحدة. قبل ما أتكلم في أي حاجة تعالوا كده نرجع بس لكلمة هيتيرو سايكليك. الكلمة ديت لو احنا لاحظنا هنلاقيها مكونة من مقطعين. المقطع الأول اللي هو هيتيرو، اللي هو ده هيتيرو، والمقطع الثاني اللي هو سايكليك. طيب بالنسبة لسايكليك دي سهلة خالص، يعني مركبات حلقية، يعني مفيش مركبات في الهيتيرو سايكليك تبقى open chain، كلها مركبات حلقية. احنا عارفين يعني ايه مركبات حلقية، 3 member 4 member 5 member 6 member and so on، حلقة 5 حلقة 6 حلقة 7 وانت ماشي بقى، صح؟ واصغر الحلقات هي الحلقه الايه؟ الثلاثيه. المهم ان هو مركب حلقي، سايكليك كومباوند. تعالوا كده نبسطها، يبقى المقطع بتاع سايكليك ده كلنا نعرفه انها مركبات حلقيه. طب خلونا كده نرسم حلقه، خلاص مش هرسم حلقه ولا 5 ولا 6، هرسم حلقه كده بتعبر عن اي نوع من الحلقات، دايره، خلاص مش مركب مفتوح. والدايره دي مقصود بيها ان هي ايه يا جماعه؟ ان هي تكون 3 ممبر 4 ممبر زي ما انت عايز بقى، خلاص اي نوع من الحلقات. المقطع الثاني هيتيرو. هيتيرو دي خلينا نقول هيتيرو اتوم. بالعربي بالنسبه لنا ايه هيتيرو اتوم؟ هيتيرو اتوم لو ترجمناها بالعربي ذره غريبه بالنسبه لبتوع العضويه. الناس بتوع الاورجانيك خلاص كده بنقول ان تعريف الكيمياء العضويه او الاورجانيك كيمستري هو كيمياء الكربون، كيمستري اوف كربون. وبالتالي بالنسبه للناس بتوع الاورجانيك اي ذره غير الكربون تعتبر هيتيرو او ذره غريبه. يبقى الهيتيرو اتوم دي اني، ببساطه اني اتوم other than carbon، other than carbon. دكتور مش فاهم يعني ايه اني اتوم other than carbon. يعني ببساطه خالص لو كان عندي مثلا الهيتيرو دي مثلا سميناها اكس، سميناها اكس، فبالتالي ممكن تكون الاكس دي اكسجين، الاكسجين هيتيرو، طالما مش كربون يبقى هيتيرو. ممكن تكون سلفر، ممكن تكون نيتروجين، ممكن تكون فوسفرس، ممكن تكون سيليكون، ممكن تكون بورون، وهكذا. طب تعالى بقى جمع معلش معايا المعلومه الصغيره دي. يبقى هيتيرو سايكليك دي مكونة من مقطعين، مقطع اسمه سايكليك يعني مركب حلقي، والمقطع الثاني هيتيرو يعني ذرة غريبة، ذرة غير الكربون اللي احنا سميناها اكس. فبالتالي التعريف ممكن نرسمه ببساطة بالشكل ده. طبعا ده تعريف مبسط او تعريف بدائي، هناخد تعريف موسع في السلايد الجاي، خلاص. يبقى ببساطة خالص هنا من بس من الكلمة بتاعت هيتيرو سايكليك تقدر ما تنساش المعنى بتاعها ابدا. يبقى هي مركبات حلقية وتحتوي على هيتيرو اتوم، يبقى هي سايكليك كومباوند وتحتوي كونتين ايه؟ هيتيرو اتوم، اللي هي اني اتوم اذر ذان مين؟ ذان الكربون، الاكسجين والسلفر والفوسفورس والسيليكون وهكذا، ماشي؟ تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تمام. طيب عشان نعرف التعريف بتاع الهيتيرو سايكليك بقى مظبوط وبتوسع، فخلينا نقول كده الديفينيشن، ديفينيشن عشان نفهمه كامل ومظبوط. خلينا نقول ان السايكليك كومباوند، سايكليك كومباوندز المركبات الحلقيه، بتكون حاجه من اتنين، يا اما تكون هوموسايكليك، هوموسايكليك، وفي ناس بيسموها اسم تاني ايزوسايكليك، ايزوسايكليك، وفي مركبات تكون هيتيرو سايكليك، هيتيرو سايكليك.
معناه ايه الكلام ده يا دكتور؟ معناه ان المركبات الحلقيه يا اما تكون متجانسه، هومو اللي هي متجانسه، حلقيه متجانسه، او هيتيرو اللي هي غير متجانسه. ممتاز. طب وديت معناها ايه برضو؟ دي معناها ايه؟ ايه الهومو وايه الهيتيرو؟ ببساطه خالص، الهومو سايكليك الحلقه المتجانسه اللي بتبقى فيها الحلقه مكونه من ذرات من نفس العنصر. ايه تاني يا دكتور؟ ان الرينج is made up of atoms of same element او of one element. ايه الكلام ده يا دكتور؟ مش فاهم. ان الحلقه مكونه من عنصر واحد او من ذرات لنفس العنصر، اختصارا من عنصر واحد. يعني ايه برضو يا دكتور؟ مش فاهمك. يعني ببساطه، لو انت كلنا درسنا حلقه البنزين رينج، كلنا عدى علينا البنزين رينج، ادي البنزين رينج. كم اتوم بتكون البنزين رينج؟ الحلقه نفسها بتتكون من 6 اتوم بس كلهم نفس العنصر اللي هو عنصر مين؟ الكربون. يبقى كل الحلقه دي مكونه من عنصر واحد اللي هو عنصر مين؟ الكربون. وبالتالي تبقى الحلقه دي حلقه متجانسه، هومو سايكليك، او عاوز تسميها ايزو سايكليك، الاثنين صح، هومو او ايزو الاثنين صح. يبقى دي هومو سايكليك. وكحاله استثنائيه ممكن يتقال على البنزين برضو كاربو سايكليك. ليه بقى كاربو؟ واضحه بالنسبه لنا بتالي، كاربو سايكليك عشان العنصر اللي بيكونها هو عنصر الكربون بس. تمام. طيب مثال تاني يا دكتور، مثال تاني. لو انت عندك حلقة بالشكل ده، حلقة خماسية، بس ركزوا معايا بقى، مكونة من عنصر واحد اللي هو ايه؟ عنصر النيتروجين، صح ولا؟ هي عبارة عن 5 ذرات، حلقة خماسية، فبالتالي اللي عملها 5 اتوم بس، ال5 اتوم دول نفس العنصر اللي هو عنصر مين؟ عنصر النيتروجين. فتبقى الحلقة دي هومو سايكليك، حلقة متجانسة، طالما انها عنصر واحد تبقى حلقة متجانسة، هومو سايكليك. طب دكتور ينفع نقول عليها كاربو سايكليك؟ لا، ما يتقالش عليها كاربو سايكليك. كاربو سايكليك لو كان العنصر ده كربون، لكن طالما الحلقة هنا العنصر بتاعها نيتروجين فتبقى هومو سايكليك او ايزو سايكليك، ما يتقالش عليها كاربو سايكليك. وضحت؟ وضحت. طب دي الحلقة المتجانسة المكونة من عنصر واحد، وبالتالي يبقى اذا بيتهيألي فهمنا كده الحلقة الغير متجانسة اللي هي الهيتيرو سايكليك، ان الرينج is made up of at least، على الأقل، على الأقل 2 different elements. ايه ده؟ ليه سموها غير متجانسة؟ لأن الحلقة معمولة على الأقل من عنصرين مختلفين أو أكتر. دكتور ادينا مثال عشان نفهم. خد مثال. مثال إيه بقى إن شاء الله؟ بص كده الحلقة دي معايا. طيب الحلقة دي حلقة خماسية 5 member ring، يعني بيكونها 5 أتوم. طالما إنها خماسية 5 member يبقى في 5 أتوم. مين ال5 أتوم دول؟ في عندك الاكسجين، وفي عندك الكربون، وفي عندك مين؟ النيتروجين، وعندك كربون تاني وكربون تاني، صح ولا؟ فبالتالي طالما مكونه من عنصرين او اكتر، هنا مكونه من 3 عناصر، الاكسجين والكربون والنيتروجين، طالما مش مكونه من عنصر واحد تبقى اسمها هيتيرو سايكل. عنصر واحد اسمها حلقه متجانسه، انما اكتر من عنصر ومختلفين يبقى ايه؟ حلقه غير متجانسه. طبعا وانا فهمتكم من شويه الهيتيرو اتوم، دي عندها هيتيرو اتوم؟ هيتيرو اتوم بتاعتها هنا مين؟ الاكسجين والمين؟ والنيتروجين. مثال تاني، بص كده معايا. حلقة بالشكل ده، نفس الشيء، دي حلقة هيتيرو غير متجانسة. ليه يا دكتور غير متجانسة؟ لأن الحلقة بيكونها أكتر من عنصر مختلفين، عنصر السلفر وعنصر الكربون وعنصر مين؟ الكربون اساسي معانا لان احنا بنتكلم اورجانيك كيمستري، خلاص. فبالتالي تبقى ديت مالها هيتيرو سايكل. وبالتالي الهيتيرو اتوم هنا مين؟
تيرو اتومز اللي هو مين؟ السلفر ومين؟ والنيتروجين. فده تعريف كده مختلف لمين؟ للهيتيرو سايكليك. تاني معلش قبل ما اسيب السلايد دي، يبقى المركبات الحلقيه تنقسم لحاجتين، حلقيه متجانسه وحلقيه غير متجانسه. المتجانسه اللي هي مكونه من عنصر واحد، حلقه مكونه من عنصر واحد، والغير متجانسه اللي مكونه من عنصرين او اكتر يكونوا مختلفين. ده تعريف تاني للهيتيرو سايكل. الله، امال ايه التعريف الاولاني اللي احنا قلناه من الهيتيرو سايكليك؟ هي سايكليك تحتوي على هيتيرو. ماشي يا شباب، تمام. دلوقتي عاوزين نتكلم على كلاسيفيكيشن صغيره وهنفهم معناها، معلومه مهمه جدا، فهتكلم على كلاسيفيكيشن بس. طيب يا شباب، خلينا هنا نتكلم على كلاسيفيكيشن صغيره كده. كلاسيفيكيشن صغير، الهيتيرو سايكلز حلقات الهيتيرو ديت اما تكون ساتوريتد او تكون ان ساتوريتد. نفتكر مع بعض يا شباب، ساتوريتد اللي هي طبعا ايه؟ مشبعه، اللي هي كلها سنجل بوند، ما عندهاش دبل بوند، كلها سنجل بوند. او ان ساتوريتد اللي هي غير مشبعه بالعربي، اللي هي بيبقى فيها دبل بوند. مظبوط؟ تمام. المركبات المشبعه الساتوريتد دي مليون في الميه بتبقى نوت اروماتيك. خلاص، طالما مشبعه بتبقى نوت اروماتيك. المركبات الانساتوريتد غالبا بتبقى اروماتيك. ليه بقول غالبا؟ لان عشان تحكم على المركب بتاع الهيتيرو سايكل ده ان هو اروماتيك، في خواص كتيره من ضمنها الانساتوريشن. يعني الانساتوريشن ده واحده من الخواص بتاعه الاروماتيستي. لما نيجي ندرس البروبرتيز بتاعه المركبات دي، هناخد الاروماتيستي بالتفصيل ونعرف بقى اوبيه وكارول وبلانر وكونجيجيت وقصه كبيره. ولكن دلوقتي بنقول unsaturated غالبا هتبقى ايه؟ aromatic، لحد ما ناخدها بالتفاصيل. طيب احنا مهتمين بمين اكتر في الكورس ده او في المحاضرات بتاعتنا دي؟ يا ترى بالsaturated ولا بالunsaturated؟ الاجابه بالunsaturated. ليه يا دكتور؟ طب والsaturated يعني ايه العيب بتاعها؟ العيب بتاع الساتوريتد، عشان كده احنا مش هنهتم بيها، ان هي have the same properties of hetero atom in open chain. دكتور يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. هكتبه ونشرحه. have the same properties، قصدي طبعا chemical properties او physical properties، خاص كيميائية وفيزيائية، of hetero atom in open chain compound. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ ان ببساطه المركبات الساتوريتد ديت ما بتبقاش عندها كيمياء جديده، ما عندهاش خواص كيميائيه جديده. امال الخواص بتاعتها ايه؟ الخواص بتاعتها شبه المركبات اللي فيها الهيتيرو وتكون مفتوحه. دكتور مش فاهمك، عشان تفهمني لازم اكتب لك مثال. بصوا كده معايا على المثال ده. المركب ده هيتيرو سايكليك وساتوريتد في حلقه خماسيه، ومش شرط حلقه خماسيه، بنتكلم برضو ممكن يكون عن الحلقه الايه؟ السداسيه. المركبات دي لو قلت لك، لو الهيتيرو اتوم موجوده في مركب مفتوح، لو عملتها مفتوحه، هتبقى الفانكشن جروب بتاعتها اسمها ايه؟ الاكسجين لما يبقى رابط بين اتنين كربون، مش دي فانكشن جروب اسمها ايثر؟ طب حلو، يعني ده لو كان مفتوح كان يبقى اسمه ايثر، صح؟ طب ده ليه نفس الخواص بتاع الايثر بالظبط، الكيمستري بتاعته نفس الكيمستري بتاعه الايثر بالظبط، فما هواش كيمستري جديده. اذا لما تكون الهيتيرو سايكليك ساتوريتد ونوت اروماتيك، فالخواص بتاعتها شبه المركبات اللي فيها الهيتيرو اتوم مفتوحه اوبن تشين، وما عندهاش كيمياء جديدة، فلذلك ما بنهتمش بيها قوي.
معنى كده يا دكتور مش هناخد الساتوريتد خالص، اه ممكن نتطرق ليها حاجه بسيطه خالص وبس، وفي التسميه وبس، انما 90% او اكتر من الكورس هو الان ساتوريتد. مثال تاني، مثال تاني يا دكتور، بصوا كده اهو المركب ده هيتيرو سايكل، اه هيتيرو سايكل بس ساتوريتد، ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 6 مش فارقه، 6 ممبر خلاص. المركب ده الخواص بتاعته شبه لو كان مفتوح، لو كان مفتوح كنت هتقول على الان اتش ديت ايه بقى ان شاء الله، كنت هتقول عليها سكندري امين، فبالتالي دوت برضو هيبقى شبه مين؟ السكندري امين بالظبط، مركبات السكندري امين. فاذا ما عندهوش كيمياء جديده، ما عندهوش كيمستري جديده، ولكن لو كانت المركبات الهيتيرو سايكليك ديت unsaturated واروماتيك، خاصة لو كانت اروماتيك، الخواص بتاعتها بتختلف عن المفتوح وليها كيمستري جديدة، وهو ده الكورس بتاعنا، مهتم ان احنا ندرس المركبات دي. ممكن طبعا الاروماتيك دي ممكن تكون 5 ممبرد، خد مثال مثلا اهو 5 ممبرد، حاجات كتيرة بقى ممكن تكون 6 ممبر، خدوا بالكم ده هيتيرو وان ساتوريتد اروماتيك، ممكن تكون مش واحده هيتيرو اتوم بس، ممكن يكون اكتر من هيتيرو اتوم في الحلقه، اهو مثال زي ده عندي 2 هيتيرو اتوم في الحلقه، يعني مش شرط ندرس بس ال1 هيتيرو اتوم، لا ممكن يكون عندي 2 هيتيرو اتوم. ممكن تكون الحلقات منفرده خلاص مونوسايكليك رينج زي اللي انا كاتبها، وممكن تكون باي سايكليك او فيوزد. يعني ايه باي سايكليك او فيوزد؟ اهو يعني حلقة بنزين مثلا وفيوزد ملتحمة مع حلقة هيتيرو، يبقى الهيتيرو مش شرط تبقى حلقة واحدة، ممكن تبقى حلقتين او اكتر، ممكن تبقى تلات حلقات، وممكن فيوزد مش بس مع بنزين، ممكن فيوزد هيتيرو مع هيتيرو، يعني حلقة هيتيرو وحلقة تانية هيتيرو. هناخد بقى كل الحاجات دي بالتفاصيل بعدين، اهو دي حلقة هيتيرو وملتحمة مع حلقة تانية ايه هيتيرو. دول لما يبقوا اروماتيك وانساتيوريتد دول ليهم كيمستري جديدة مش شبه المركبات الايه المفتوحة، ولذلك الكورس بتاعنا بيهتم بمين؟ بالجزء الاروماتيك اللي هو الانساتيوريتد. طيب دلوقتي عاوزين نجاوب على السؤال ده، ايه اهمية الهيتيرو؟ يعني ايه اللي مخلي الهيتيرو دي حاجة مهمة يعني ومقرر يعني ليه وزن ومهم جدا؟ انا كاتب لك جملة ان الهيتيرو سايكليك كومباوندز ار اسينشال تو لايف. اسينشال تو لايف، مش شايف يا دكتور ان انت مزودها شوية؟ اسينشال تو لايف يعني ايه؟ من غير الهيتيرو يعني ما نعرفش نعيش؟ طب تعالى نشوف مع بعض ليه الهيتيرو دي اسينشال تو لايف. طيب بصوا كده، اولا الهيتيرو دي موجودة في many naturally occurring compounds، مركبات كتيرة جدا موجودة في الطبيعة عبارة عن هيتيرو سايكل. خدوا بالكم HC ده اختصار لهيتيرو سايكل، H capital C capital ده اختصار لإيه؟ هيتيرو سايكل. مثال، أنا حاطط مثال واحد هنا لكن طبعا في آلاف الأمثلة أو أكتر، مثال على أن الهيتيرو سايكل موجودة في مركبات طبيعية ربنا خلقها كتيرة جدا زي مثلا البروفرين. وقف هنا بقى، بروفرين، الله، طب ما كلنا عارفين ان الدم بتاعنا البلد اللي هو الهيموجلوبين عبارة عن مقطعين، هيموجلوبين دي مقطعين، الهيم ده بروتين الدم والجلوبين ده اللي هو البروفرين خلاص، ومعايا ذرة الحديد في النص، البروفرين ده اللي بيرتبط بذرة الحديد يعني في النص خلاص، البروفرين ده عبارة عن هيتيروسايكليك زي ما انتوا شايفين كده. الحلقة الخماسية اللي فيها نيتروجين دي بنسميها بايرول، هناخد التسمية جاية لسه بس مؤقتا دلوقتي خليك عارفها معايا. الحلقة الخماسية اللي فيها N دي خلينا أعلم لك عليها عشان تعرفها، اهي الحلقة دي بنقول عليها حلقة بايرول. البروفرين عبارة عن 4 بايرول مرتبطين مع بعض، يا هيتيرو، الله، لما الهيتيرو داخل في تركيب البروفرين اللي هو أصلا من تركيب الدم، معناه ايه الكلام ده يا دكتور؟ الله، ده الهيتيرو في الدم بتاعك، في الدم بتاعنا كلنا طبعا. يبقى حاجه مهمه ولا مش حاجه مهمه؟
دي حاجة أساسية. لا، شوف الأهم من كده، شوف رقم اتنين. رقم اتنين بنقول إيه؟ إنها كمان موجودة في النيتشر اوكيرنج بريميدين اللي هي موجودة في الدي ان ايه والار ان ايه. ايه الكلام ده يا دكتور؟ كلنا درسنا قبل كده الأحماض النووية، نيوكليك أسيد، نيوكليك أسيد اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه، الأحماض النووية موجودة فين؟ الأحماض النووية دي بالمناسبة موجودة في نواة كل خلية، نواة كل خلية من خلايا الجسد بتاعنا. تمام. طيب لو تفتكروا معايا، والكلام ده اكيد عدى عليكم قبل كده، ان الدي ان ايه والار ان ايه الاحماض النوويه دي نيوكليك اسيد، ده عباره عن بوليمر كبير مكون من مونيمر اسمها نيكلوتايد. خلينا نفتكر مع بعض كلام قديم، هو بوليمر كبير النيوكليك اسيد ده، الدي ان ايه والار ان ايه هو بوليمر كبير مكون من مونيمر صغيره اللي هي اسمها نيكلوتايد. ولو تفتكروا حتى في ثانويه بيدرسوا النيكلوتايد دي عبارة عن ثلاث حاجات، حتى لو ما عداش عليك دوت أصلا في السنة وبيتدرس، إن النيوكليوتايد ديت المونيمر الصغير عبارة عن ثلاث حاجات، حاجة اسمها نيتروجين بيز أو بيقولوا بالعربي قاعدة نيتروجينية، وحاجة اسمها سكر خماسي ريبوز، وفي حاجة تانية كمان إيه؟ فوسفيت. هما ثلاث حاجات، النيوكليوتايد ثلاث حاجات، قاعدة نيتروجينية، نيتروجين بيز، وسكر خماسي، وإيه؟ وفوسفيت. طيب معلش، قاعدة نيتروجينية أو نيتروجين بيز هي الهيتيروسايكليك، هي الهيتيروسايكليك. واللي يفتكر معايا القاعدة النيتروجينية ديت أو النيتروجين بيز دي كانوا هما خمس أنواع، اللي هو الأدينين والسيتوزين واليوراسيل والثيامين والجوانين، وكنا بنختصرهم بالحروف الأولانية كابيتال. يعني الأدينين كنا بنختصره بحرف الـ A كابيتال، الجوانين في حرف الـ G كابيتال، والسيتوزين والثيامين واليوراسيل، صح؟ هما دول اللي اسمهم القواعد النيتروجينية اللي بتكون النيكلوتايد اللي بتكون الدي ان ايه والار ان ايه. تاني الخمسه اللي انا راسمهم دول، الخمسه اللي مرسومين دول هما القواعد النيتروجينيه اللي بتكون الدي ان ايه والار ان ايه. طبعا لو عاوز تفاصيل اكتر، طبعا اليوراسيل اول واحد ده بيبقى موجود في الار ان ايه بس، الثيامين موجود في الدي ان ايه بس، الباقي كله موجود في البوست دي ان ايه والار ان ايه، لان الاختلاف بين الار ان ايه والدي ان ايه ان واحد فيه اليوراسيل واحد فيه ايه الثيامين. فكر بقى تاني، معلش ركز كده معايا تاني. يبقى اذا الهيتيروسايكليك اللي هم الخمسه دول، يوراسيل وثيامين وسيتوزين وادينين والجوانين، اللي هم الاي والجي والسي والتي واليو، خلاص كده هم دول القواعد النيتروجينيه اللي بيكونوا مين؟ اللي بيكونوا النيكلوتايد. والنيوكليوتايد دي بتكون مين؟ بتكون النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه. طيب لو فكرنا كده، طالما دول داخلين في تركيب النيوكليوتايد اللي هي داخله في تركيب النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه، يعني معناه ان الهيتيرو موجوده في الحمض النووي اللي موجود في كل خليه من خلايا الجسد. ده طلع الموضوع كبير، ده الهيتيرو مش بس موجودة في الدم، ده موجودة في كل خلية من خلايا الجسد بتاعنا، خلايا الشعر، العين، الفم، الجلد، الأنف، كله الكبد، القلب، وهكذا حتى الأظافر. يبقى كل خلية من خلايا الجسد خلاص فيها حاجة اسمها الحمض النووي، المادة الوراثية. خلاص الحمض النووي دي ان ايه والار ان ايه، ودي ان ايه والار ان ايه عبارة عن نيوكليوتايد. كسرها بقى، ارجع للأصل، الدي ان ايه والار ان ايه الاحماض النوويه ديت عباره عن نيوكليوتايد، والنيوكليوتايد عباره عن ثلاث حاجات اللي هو القاعده النيتروجينيه اللي هما الاي والسي واليو والجي، وكلهم دول هيتيرو. يبقى الهيتيرو مهمه، طبعا اسينشال تو لايف، دي مش بس موجوده في الدم، دي كمان موجوده في الحمض النووي اللي موجود في كل خليه من خلايا الجسد. معلش انا بتك على النقطه دي بالذات ليه؟ عشان تفهم ليه الهيتيرو دي مهمه، ليه الراجل اللي بيدرس كيمياء ما ينفعش يتخرج من غير ما يعرف هيتيرو سايكليك. دي من اهم الحاجات اللي في الايه في الكيمستري. بالاضافه بقى رقم ثلاثة انها موجوده في الادويه، وده طبيعي من دراجز، يعني عاوز اقول لك بنسبه كبيره جدا من الادويه هي عباره عن هيتيروسايكليك، نسبه كبيره جدا. البنسلين خلاص احنا بنقول بالعربي بنسلين، البنسلين دوت هو عباره عن هيتيروسايكليك. الانتي مالاريا دراج
الانتي بكتيريال دراج، في مركبات كتيره جدا عباره عن ايه؟ هيتيروسايكل. اذا كنا احنا قلنا اصلا الهيتيروسايكل داخله في تركيب الدم وداخله في تركيب الخلايا بتاعه الجسد بتاعنا، كل خليه فيها الحمض النووي وفيها بالتالي هيتيروسايكل. فبالتالي لما تيجي تعالج الجسد ده اللي هو كل خليه فيه هيتيروسايكل، فبالتالي بنحتاج ان الدواء كمان يبقى هيتيروسايكل، حاجه منطقيه. مثال يا دكتور، الخمسة اف يو، ايه الخمسة اف يو ده؟ 5 اف يو دوت اللي هو الخمسة فلورو يوراسيل، 5 فلورو يوراسيل، وده مركب يا جماعه بيبقى انتي كانسر، انتي كانسر، انتي كانسر. مثال تاني يا دكتور على الدراجز دي، ال5 اتش تي، ايه ال5 اتش تي دوت؟ اللي هو الخمسة هيدروكسي تريبتامين، او ليه اسم كومن اسمه سيروتونين. سيروتونين دوت اللي هو بيقول عليه هرمون السعاده، بيعمل لك فيلينج هابينس. فبالتالي يا جماعه طبعا لا، ما نستطيعش نحصر الامثله على الدراجز، ولا نقدر نحصر الامثله في الهيتيروسايكليك موجوده فين. الهيتيروسايكليك دي موجوده في حاجات كتيره جدا 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 جدا، تمام. فدوت عشان كده بنرجع نقول ان الهيتيروسايكليك اسينشال تو لايف. طيب بعد ما عرفنا تعريف الهيتيرو الديفينيشن، وعرفنا كلاسيفيكيشن صغير، وعرفنا ايه اهميه الهيتيرو سايكليك، خلينا دلوقتي بقى نتكلم كاي موضوع في الاورجانيك لازم تبدا بالنومنكلتشر، تسميه. طيب واحنا عارفين النومنكلتشر انواع، واول نوع في النومنكلتشر اللي هو الكومن نيم، فهنبدا التسميه بالكومن نيم. يبقى واحد النومنكلتشر اسميه بتاعت المركبات الهيتيرو، بس هتكلم على واحد الكومن نيم، تمام. الكومن نيم، الكومن نيم او اللي احنا بنقول عليه بالعربي الاسم الشائع، او ليه تسميه تانية بالانجلش ترايفن نيم، احنا عارفين ان ما فيهوش قواعد، ده اسم بيتحفظ زي ما هو، حتى كمان ما بيبقاش في الكومن نيم ترقيم 1 2 3، ما فيش ترقيم 1 2 3. طيب دكتور مهم جدا نعرف الكومن نيم، ولا ممكن نفوتها ونشوف التسميه اللي بعدها وهكذا؟ لا، الكومن نيم هنا في الهيتيروسايكليك اساسيه لا يمكن تجاوزها، ما ينفعش تدرس هيتيروسايكليك ومن غير ما تعرف الاسم الشائع بتاعها. ده بالعكس، في ناس بيكتفوا بس بالكومن نيم، فالكومن نيم اساسي ومهم. طيب خلينا ناخد كده الحلقات الخماسيه، لان طبعا الكورس بتاعنا ده اهم حاجه ال5 ممبر وال6 ممبر اللي هم الموست ستيبل. فلو كان عندي حلقه خماسيه وكانت تحتوي على اكسجين، الحلقه دي بنسميها فيوران. يبقى الحلقة الخماسية اللي فيها أكسجين اسمها فيوران. لاحظوا مفيش هنا قواعد، مفيش رولز، مفيش ترقيم، كل اللي بنستخدمه مجرد حفظ، لو سمحت تحفظهم. كومن نيم دي بتتحفظ. يبقى الحلقة الخماسية اللي فيها أكسجين دي اسمها فيوران. طب دكتور لو كان فيها سلفر، حلقة خماسية وتحتوي على السلفر اسمها ثايوفين، ثايوفين. طب لو كانت فيها نيتروجين يبقى اسمها ايه يا دكتور؟ يبقى اسمها بايرول، بايرول. خدوا بالكم من حته بايرول دي، ان الواي بتتنطق بايرول، في خطأ شائع والناس بتلهمل الواي دي وتقولها بيرول، ما تنطقش الواي، تقول لك بيرول، لا مش بيرول، هو بايرول، اسمه بايرول. يبقى الخماسي بتاع الاكسجين اسمه فيوران، الخماسي اللي فيه سلفر اسمه ثايوفين، الخماسي اللي فيه نيتروجين اسمه ايه؟ بايرول، تمام. طيب لو كان عندي حلقه خماسيه فيها اكسجين ولكنها ساتيوريتد من غير دبل بوند، دي بيسموها ايه بقى يا دكتور؟ دي بيسموها تترا هيدرو فيوران.
جه منين الاسم ده؟ ما انا سميتها برضو فيوران، سميتها برضو فيوران شبه الانساتوريتد، يعني نسبتها للفيوران. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الدبل بوند هنا ضاعت. طب كلنا نعرف ان عشان تضيع دبل بوند تضيف عليها كام اتش؟ 2 اتش. والدبل بوند التانية عشان تضيعها بالضرد وبتضيف عليها 2 اتش. يبقى اذا عشان تحول الانساتوريتد فيوران ده الى ساتوريتد محتاج تضيف عليه كام اتش؟ 4. 4 اتش تضيفهم على الفيوران عشان يتحول الى كومبليتلي ساتوريتد. فعشان كده سموه تترا هيدرو، تترا هيدرو اللي هو 4 هيدروجين يعني، تترا هيدرو فيوران. والمركب ده مشهور جدا وله اختصار مشهور اللي هو باسمه تي اتش اف، تترا هيدرو فيوران، ويستخدم كسولفنت مذيب. تمام؟ تلاقي في اورجانيك رياكشن كتيره تلاقي مكتوب على السهم تي اتش اف، معروف ان هو ده يستخدم ايه؟ تترا هيدرو فيوران كسولفنت. طيب لو كان الحلقه خماسيه وساتوريتد فيها سلفر اسمه ايه بقى؟ برضو صح، تترا هيدرو ثيوفين. طب لو كانت خماسيه ساتوريتد فيها نيتروجين، سامعك بتقول لي يبقى تترا هيدرو بايرول. لا غلط. الله، ليه يا دكتور؟ ما فيوران بقت تترا هيدرو فيوران، ثيوفين بقت تترا هيدرو ثيوفين. طب ليه بايرول ما يبقاش تترا هيدرو بايرول؟ هقول لك ليه، ولكن اقول لك الاسم الصح بتاعه دوت. لما يبقى ساتوريتد يبقى اسمه بايروليدين. ايه ايه تاني يا دكتور؟ قلت كلمه بايرول كامله اهي وزودت لها بس المقطع دين، زودت لها المقطع دين، بايروليدين. ليه كده يا دكتور؟ ما كانت ماشيه كويس، فيوران تترا هيدرو فيوران، ثيوفين تترا هيدرو ثيوفين، اشمعنى بايرول بقى بايروليدين؟ ليه ما بقاش تترا هيدرو بايرول؟ خد مني بقى القاعده دي او الملاحظه دي، النوت ديت. النيتروجين، مركبات النيتروجين وكأن على راسها ريشه. يعني ايه وكأن على راسها ريشه؟ يعني النيتروجين هتلاقيه مميز في التسميه الكومن وفي التسميه اللي هي برضو مش كومن اللي هناخدها بعد كده باسماء علماء اسمها هانس ويدمان. مميزة في التسميتين، مختلفة. النيتروجين حاجة تانية، كل اللي غير النيتروجين ما عدا النيتروجين، الأكسجين السلفر الفوسفور كله شبه بعض، لكن النيتروجين مميز. دكتور ليه النيتروجين مميز يعني في التسمية الكومن والتسمية اللي هناخدها بعد كده؟ ليه يعني مميز؟ لأن احنا لسه قايلين من شوية النيتروجين ده اللي موجود في الدم في البروفرين، النيتروجين ده اللي موجود في الدي ان ايه والار ان ايه. فالمركبات اللي ربنا خلقها في الطبيعه ومهمه جدا جدا من الهيتيروسايكليك هي اللي فيها نيتروجين، يبقى النيتروجين اهميته كبيره، عشان كده النيتروجين مميز مش زي غيره. يبقى الاكسجين والسلفر شبه بعض لكن النيتروجين ده مميز. يبقى فيوران اصبح تترا هيدرو فيوران، ثيوفين لو بقى ساتوريتد بقى تترا هيدرو ثيوفين، بايرول لو بقى ساتوريتد مش تترا هيدرو بايرول، بقى اسمه بايروليدين. والدين دي هنا الدين بتاعت الهيتيرو دي معناها ساتوريتد وفي نيتروجين، مش ساتوريتد بس، ساتوريتد وفي ايه؟ نيتروجين. طيب اللي فاتوا دول كنا بنتكلم في الحلقه الخامسه اللي فيها هيتيرو اتوم واحده في التسميه يعني. طب خلينا كده نتكلم، لو كان عندي اتنين هيتيرو اتوم، بصوا كده المثال ده معايا. المركب ده اسمه ايه؟ المركب ده اسمه اوكسازول. تعالوا نفهم هنا معنى الاسم ده. اولا اوكسا دي معناها اكسجين، خلاص الاكسجين اللي هو اوكس. طب والاس دي اللي هي نيتروجين. يبقى في الهيتيرو النيتروجين اسمها اس، النيتروجين اسمها اس. تمام، ممتاز. طيب ايه اول دي بقى يا دكتور؟ اول دي معناها 5 ممبر رينج، حلقه خماسيه. وبالتالي لو جمعت الكلمه على بعضها اوكسازول معناه اكسجين ونيتروجين في حلقه خماسيه.
دكتور دكتور هو انتوا مش طول عمركم بتقولوا اول يعني كحول؟ لا لا لا، ما تلخبطش هنا. قل او ال بس، او ال كده. لو عندي قل دي اللي هي الكول اللي هي معناها الاو اتش، انما او ال اي معناها قول، دي معناها حلقه خماسيه. يبقى اذا قل او ال ديت اللي هي كحول، ده ميثانول ايثانول خلاص كده، بروبانول قل دي معناها كحول، لكن قول اللي هي او ال اي دي معناها حلقه خماسيه. يبقى ارجع الاسم هنا تاني، اوكسازول معناها اكسجين ونيتروجين في حلقه خماسيه. تمام ممتاز. طب بص على المثال ده، الامثله دي بسيطه على فكره وسهله في السلايد هنا. الله، طب ما ده اكسجين ونيتروجين، اكسجين ونيتروجين في حلقه خماسيه، يعني اوكسازول برضو يا دكتور. هنا بقى تركه، مش انا قلت لكم الكومن نيم ما فيهاش ترقيم؟ يعني الفرق بين الاولاني والتاني ايه؟ لسه ما قلناش التاني كامل. ها الاولاني الاكسجين والنيتروجين 1 3 4، هنا الاكسجين والنيتروجين 1 2، ما نقدرش نستخدم ترقيم، ما فيش عندي ترقيم. امال بقى يفرقوها ازاي؟ يحط قبل دوت ايزوكسازون. ايه ايزو دي يا دكتور؟ ايزو دي اختصار لايزومر. عارف ايزومر؟ ايزومر اللي هو الشبيه بتاعه، اللي هما الاثنين نفس الموليكولار فورمولا. فعلا الاثنين دول نفس الموليكولار فورمولا، فيبقوا ايزومر لبعض. ولو انت عارف اكتر عن الايزومر هتقولي دول نوعهم اسمهم بوزيشنال ايزومر، لان مختلفين في البوزيشن بس، صح؟ فيبقى واحد اسمه اوكسازول والتاني اسمه ايه؟ ايزوكسازول. ايزوكسازول طبعا ايزو فيها او والاوكسازول فيها او، فاتقالت او واحده بس، ايزوكسازول. ايزوكسازول يبقى شبيه الاوكسازول. طب مين الاوكسازول ومين الشبيه؟ اللي هو 1 3 ده الاوكسازول، لما كان 1 2 يبقى اسمه ايه؟ ايزوكسازول. تمام. طب كمل معايا لو سمحت. لو عندي هنا سهل ده خالص، ده اسمه ايه بقى يا دكتور؟ اسمه سايازول. سايازول، وبالتالي واضحه بالنسبه لكم ايه سايازول دي. سايازول الساي اللي هي مين؟ السلفر. والاز اللي هي مين؟ النيتروجين. طب والاول اللي هي مين؟ الحلقه الخماسيه. يبقى سلفر ونيتروجين في حلقه خماسيه اسمها ايه؟ سايازول. سلفر ونيتروجين في حلقه خماسيه اسمها سايازول. طب دوت يا دكتور خلاص وضحت بالنسبه لنا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايزو سايازول، نفس الكلام. يبقى اوكسازول وايزوكسازول وسايازول وايزو سايازول. طيب عاوز كمان اكمل هنا مركبين مهمين جدا. مركب دوت والمركب ده، وعاوز دولي كمان، يعني المركبين دولي اخليهم كده في بوكس، هعملهم في بوكس، هميزهم يعني عن غيرهم. ليه؟ هنعرف دلوقتي. ماشي، ليه حطيتهم في بوكس؟ لان وسط الاسماء الكومن، كومن نيم، احنا لسه شغالين في الكومن نيم، هتلاقي كله سهل وماشي وبسيط معاك، ما فيهوش مشكله خلاص، ما عدا تقريبا في خمس مركبات في الكومن ريزلين. دول اتنين من الريزلين، دول اتنين من الريزلين. هما كام ريزلين؟ خمسه. ادي اول اتنين منهم حطيتهم لك في بوكس، ولما يجوا التلاته تانيين برضو هحطهم لك في بوكس احمر كده. تمام. طب دول اسمهم ايه؟ لو انا قلت لك على نفس الوزن هتسمي لي ايه دول؟ فواحد يقول لي يا دكتور الاولاني دوت، الاولاني ده هسميه دايازول. يعني ايه يا دكتور دايازول دي؟ اتنين نيتروجين في حلقه خماسيه. طب والتاني ده؟ هيتقول لي ايزو دايازول، صح؟ على نفس الوزن. لكن انا من شويه قلت لكم النيتروجين، لا النيتروجين قصه تانية، النيتروجين مميز
مختلف عن بقية العناصر، حتى في التسمية هو مختلف عن الباقي. فبالتالي ده مش ماشي على نفس القاعدة. بص، أوكسازول أيزوكسازول، سايازول أيزوسايازول. في حاجة معلش أنا نسيتها، الأيزوسايازول طبعا عنده هنا دبل بوند. نرجع تاني. فالمفروض بقى دوت يبقى إيه، دايازول وأيزوسايازول؟ لا، أمال ده اسمه إيه يا دكتور؟ ده اسمه إيميدازول وده اسمه بايرازول. ايه ده؟ ايه ده؟ إيميدا وبايرازول، ايه الكلام ده يا دكتور؟ وعشان كده حطيتهم في بوكس احمر، لان اصلا ما تقدرش تتوقعهم. يعني اوكسازول دي خلاص بالنسبه لك بقت سهله، اوكسازول حتى اول ما تسمعها اكسجين ونيتروجين في حلقه خماسيه، ايزوكسازول هي نفسها بس واحد اتنين لبعض، سايازول نفس الكلام، سلفر ونيتروجين في حلقه خماسيه، ايزوسايازول واحد اتنين، بقوا سهلين اللي فاتوا دول سهلين. لكن إيميدازول وبيرازول دول لازم تتك عليهم في الحفظ، لازم تأكد عليهم، لأن دول إيه؟ أنا قلت عليهم رزلين لأن حفظهم شوية إيه؟ محتاج إنك تأكد عليه. وأنا دايماً لما باجي أشرح الحتة دي بحب أهزر مع الطلبة، بقول تقولها إيميدازول مش حميدة زول، إيميدا مش حميدة، خلاص؟ عشان تفتكرها يعني. والتانية بيرازول مش بايرة، مش بايرازول، بايرة، لا بايرة دي حاجة تانية، بايرازول حميدة وبايرة عشان تفتكرهم بيهم، خلاص كده؟ طب يا دكتور افتكر مين النيتروجين 1-3 ومين النيتروجين 1-2؟ انا هقول لك على حاجة ما هيش قاعدة ولكن حاجة للتذكرة يعني. إيميدازول دي الام اللي فيها وكأنها بتفكرنا بالوضع متى، متى اللي هما 1-3 لبعض، فخلاص إيميدازول دول اللي هما 1-3، بايرازول يبقى اللي هو 1-2، يبقى اسمه إيميدازول مش حميدازول، إيميدازول مش حميدة، خلاص. والتاني اسمه ايه، بايرازول مش بايرة، خلاص، إيميدازول وبايرازول، إيميدازول وبايرازول. نراجع تاني كده على السلايد دي، يبقى أوكسازول ده سهل خالص، أوكسجين ونيتروجين في حلقة خماسية، أيزوكسازول هو نفسه بس الأوكسجين ونيتروجين 1-2، سايازول سلفر ونيتروجين في حلقة خماسية، أيزوسايازول هو نفسه بس 1-2 الهيتيرو. الاثنين دول بقى رزلين، قلت لك احنا عندنا توتالي 5 رزلين في الكومن نيم، دول اثنين منهم اللي هحطهم لكم في بوكس احمر كده، يبقى دول ايه، مركبات عاوز تتك عليها شويه في الحفظ، لان الكومن نيم قلنا حفظ. فده الاولاني يبقى اسمه إيميدازول والتاني اسمه ايه، بايرازول. طيب قلنا الحلقة الخامسة وهي فيها واحدة هيتير، والحلقة الخامسة وهي فيها اتنين هيتير. خلينا نتكلم على الحلقة الخامسة لو كانت فيوزد مع بنزين. ايه فيوزد مع بنزين دي يا دكتور؟ يعني مندمجة خلاص او ملتحمة مع حلقة بنزين. فمثلا لو عندي البنزين فيوزد مع اهو حلقة بنزين فيوزد مع حلقة فيوران، اللي انت تقدر تقول بنزو فيوران، او ليه اسم كومان مشهور جدا محدش بيقول عليه بنزو فيوران، بيقولوا عليه كومارون. يا شباب التسمية محتاجة منك، الكومان نيم بالذات محتاجة منك ايه، تدريب، وان انت تقعد تكررها اكتر من مرة عشان تعرفها، كومارون. طب لو كان البنزين فيوزد مع صيوفين فده بيتقال عليه بنزو صيوفين، بنزو صيوفين سهل ده ما فيهوش مشكله. هل ليه اسم كومان تاني يا دكتور؟ زي هنا بنزو فيوران بنقول عليه كومارون، هل ده ليه اسم تاني؟ لا 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 لا، هو بنزو صيوفين، بنزو صيوفين. طيب لو كان البنزين فيوز مع حلقة بيرول، مع حلقة بيرول، فده اللي هو بنزو بيرول. البنزو بيرول اللي بالشكل ده ليه اسم كومان مشهور جدا اللي هو الاندول، وعاوز اقول لكم الاندول ده يعني بيتقال عليه لورد اوف ذا رينج، لورد اوف ذا رينج.
ليه بقى لورد اوف ذا رينج ده بقى ان شاء الله؟ لانه داخل في ادويه كتيره عددها كبير جدا لا حصر لها، فالاندول ده مهم جدا 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 جدا، ما تنسوش يا جماعه الاندول. ولو كان عندي، ولو كان عندي الاندول هو هو اهو، بس الداي اوكسو بتاعه ايه؟ الداي اوكسو دي يا دكتور، داي اوكسو انا احط هنا دبل بوند او، الدبل بوند او انتوا عارفين انها اون صح ولا لا؟ المجموعه دي بيتقال عليها اون او بيتقال عليها اوكسو جروب، بيتقال عليها اوكسو جروب او يتقال عليها اون جروب. طبعا امتى نقول عليها اوكسو وامتى نقول عليها اون يا دكتور؟ لو قلتها في اخر الاسم يتقال اون، لو قلتها في اول الاسم يتقال ايه؟ اوكسو، حسب انت هتقولها بريفكس ولا سافكس. لو قلتها سافكس قلتها في الاخر تبقى اسمها اون، لو قلتها في الاول يبقى اسمها ايه؟ اوكسو. المهم فده الدايوكسو اندول، ده داي اوكسو 2 و3 دايوكسو اندول، يتقال عليه كده 2 و3 دايوكسو اندول صح. لكن ليه اسم كومن مشهور جدا 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 اللي هو اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ اسمه ايزاتين. ايزاتين، ايزاتين ده لو شفته هتلاقيه لونه مايل للاورنج كده، ده الايزاتين. تمام، دي بعض الامثله على الفايف ممبر رينج لو كانت فيوزد مع مين؟ مع حلقه بنزين. مع حلقه ايه؟ بنزين. هل يا دكتور، هل يا دكتور احنا كده حصرنا الفايف؟ مفيش حاجه اسمها حصر في الكومنين، عندي الاف المركبات، مئات الالاف من المركبات، خلاص ما نقدرش نحصر ابدا الكومنين، لكن اخذنا بعض الامثله المهمه خلاص كده في الفايف ممبر رينج، على الاقل اللي انا كتبتهم لك دول في الفايف ممبر رينج لازم تبقى حافظهم كويس جدا جدا جدا. تمام، في مشكله في الكلام دوت؟ تمام، ممكن نزود عليهم في الفايف ممبر رينج يعني حاجات بسيطه بس وانت ماشي خلال الكورس ايه او خلال المحاضرات هتفهمها، مفيهاش مشكله. طيب كل اللي فات ده كانت امثله فايف ممبر صح ولا لا؟ مره خدنا الفايف ممبر كومن نيم بتاعتها لو هيتيرو اتوم واحده، اتنين هيتيرو اتوم لو فيوز مع بنزين، كل ده كان فايف ممبر. تعالى بقى على الكومن نيم بتاعت السكس ممبر. بس قبل ما اقول لك الحلقه السداسيه مثلا اللي فيها نيتروجين اسمها ايه، تقدر انت تفكرني بالحلقه السداسيه اللي فيها نيتروجين، الخماسيه سوري اللي فيها نيتروجين؟ اه واحد يقول يا دكتور كان اسمها بايرول، بايرول، وقلت لكم الاول دي اللي هو الحلقه الخامسه صح؟ طب تعالى بقى الحلقه السته اللي فيها نيتروجين اسمها ايه؟ تعالى نشوف كده مع بعض. السته اللي فيها نيتروجين اسمها بيريدين. يبقى الخماسي اللي فيه نيتروجين اسمه بايرول، فاكرين قلت لكم الواي بتتنطق، انما السداسي اللي فيه نيتروجين اسمه بيريدين والواي هنا سايلنت، ما اسموش بايريدين اسمه بيريدين. يبقى الثانيه اسمها بايرول، خماسي اسمه بايرول فيه نيتروجين، السداسي اسمه ايه؟ بيريدين، مش بايريدين، بيريدين. حاجه ثانيه ناخد بالنا منها، الاول قلنا يعني حلقه خمسه، انما الاين اللي هو الحلقه السته. قول حلقة خمسة، إين يعني حلقة سداسية. تمام؟ ممتاز. طيب إيه تاني يا دكتور نعرف؟ بص كده معايا، البريدين ده لو كان عليه مجموعة ميثايل، لو كان عليه مجموعة ميثايل يبقى اسمه بيكولين. واحنا عارفين الميثايل دي ممكن يكون ليها اكتر من مكان، لو في المكان ده نسميها الفا، المكان ده نسميها بيتا، المكان ده نسميها ايه؟ جاما، لان ما فيش ترقيم 1 2 3 في الكومن نيم. 1 2 3 ديت لما نتكلم على الايوباك نومنكليشن، لكن في الكومن نيم ما عنديش 1 2 3 فبنسميها الفا بيكولين، وممكن تكون بيتا بيكولين، وممكن تكون جاما بيكولين حسب مكان مين الميثايل. يبقى البريدين لو فاضي عليه ميثايل يبقى اسمه بيكولين، عليه ميثايل يبقى اسمه ايه؟ بيكولين. فكرك بايه دي؟ زي البنزين لو عليه ميثايل كان اسمه تولوين صح؟ البنزين حلقه البنزين لما كان عليها ميثايل كان اسمها ايه؟ تولوين. ده بريدين بقى عليه واحده ميثايل اسمها ايه؟ بيكولين. طبعا هنا ما بقولكش قواعد، هنا بقول لك يعني حاجه تتذكر بيها لان الكومن نيم حفظ. طيب لو كانت البريدين
حلقة البرينين دي عليها 2 ميثايل، عليها 2 ميثايل الفا بيتا، يبقى اسمها ليوتيدين. ايه يا دكتور؟ ليوتيدين. يبقى الواحدة ميثايل بيكولين، لكن 2 ميثايل اسمها ليوتيدين. طبعا وعارفين يعني ايه الفا بيتا، ممكن يكون مكانهم الفا بيتا، ممكن يكون مكانهم الفا جاما بيتا جاما وهكذا، يبقى اكتر من احتمال. طب لو كان عليها 3 ميثايل، البريدين عليها 3 ميثايل اهو، ميثايل وميثايل وميثايل، ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ ده اسمه الكوليدين. كوليدين ايه؟ كوليدين دي يا دكتور الثلاثه ميثايل اسمها كوليدين. طب وايه الاس اللي قبلها؟ اس يعني سيمتريك، متوزعين سيمتريكالي، متوزعين ايه؟ سيمتريكالي بالشكل ده. فيبقى الواحده ميثايل اسمها بيكولين، 2 ميثايل اسمها ليوتيدين، الثلاثه ميثايل اسمها كوليدين. اسمها ايه؟ كوليدين. الكلام ده بيفكرني على فكره بالبنزين، الكلام ده بيفكرني بالبنزين، بحلقه البنزين والميثايل برضو اللي عليها. لو حد معلوماته او ذاكرته قويه افكركم كده بالبنزين. بصوا كده كانت حلقه البنزين الفاضيه، كان دي اسمها بنزين، لما كان بيبقى عليها مجموعه ميثايل. حد فاكر البنزين عليه مجموعه ميثايل واحده كان اسمه ايه؟ اسمه تولوين، صح؟ كان اسمه تولوين، ده سبق ان انت درستها. طب لو البنزين كان عليه 2 ميثايل، حد فاكر لو عندي 2 ميثايل كان اسمه ايه؟ كان اسمه زايلين، وطبعا ده اورثو زايلين، كان في ميتا زايلين وكان في بارا زايلين، 2 ميثايل كان اسمها زايلين. طب 3 ميثايل على البنزين، 3 ميثايل كان اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ حد فاكر؟ 3 ميثايل على البنزين اسمها ميزيتيلين. نفس الشيء البريدين، واحده ميثايل ما اسمهاش تولوين بقى اسمها بيكولين، 2 ميثايل اسمها ليوتيدين، 3 ميثايل اسمها كوليدين. لو سمحت اعرف البريدين والديريفاتيف بتاعته دي، البريدين والديريفاتيف بتاعته دي، تمام. ايه تاني قبل ما اسيب البريدين؟ يبقى في بريدين وعيلته اللي هو الميثايل، واحده 2 ميثايل 3 ميثايل، واحده ميثايل اسمها بيكولين، 2 ميثايل اسمها ليوتيدين، 3 ميثايل اسمها ايه؟ اسمها كوليدين. بتوع البنزين دول المفروض عدوا عليكم قبل كده. طب دكتور، دكتور لو البريدين بقى ساتوريتد بقى عامل كده، ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ اسمه بيبريدين. بيبريدين. يبقى انت كده اخدت بريدين وشويه من عيلته. يبقى البريدين اللي هو السداسي في نيتروجين، فاكرين الخماسي في نيتروجين اسمه بايرول، وقلنا اول يعني 5، انما بريدين ايند يعني 6. واخدت شويه من العيله بتاعه البريدين، بريدين عليها واحده ميثايل بيكولين، بريدين عليها 2 ميثايل ليوتيدين، بريدين عليها 3 ميثايل اسمها ايه؟ كوليدين، تمام. طب بريدين ساتوريتد اسمها ايه؟ اسمها بيبريدين. طب حد يفكرني، معلش حد يفكر لي، البايرول لما كان ساتوريتد كان اسمه بايروليدين، صح ولا؟ طيب يبقى دلوقتي دي البريدين والايه والعيله بتاعته، احنا بنتكلم دلوقتي في الحلقه الايه؟ السته. طيب انا عاوز حد يذكرني لما كانت الهيتيرو الفايف ممبر كانت فيها اكسجين كنا بنسميها ازاي؟ ايوه ده اول واحد قلناه، ايوه اسمه ايه؟ فيوران، صح فيوران. تعال انا اقول لكم بقى الحلقه السداسيه لو كانت فيها اكسجين، احنا بنتكلم دلوقتي في السداسي. دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها بايران، بايران فيوران وبايران. ودي عاوزكم تفتكروها لو درستوا كربوهيدرات، سبق ليكم درستوا كربوهيدرات او هتدرسوا كربوهيدرات، هتلاقوا ان السكريات كربوهيدرات بتقفل وتقدر تعمل حلقه خماسيه فيها اكسجين وبيسموها فيورانوز، فيوران بس بيزودوا لها المقطع اوز، اوز يعني كربوهيدرات شوجر، او بتعمل حلقه سداسيه وفيها اكسجين بنسميها بايرانوز.
يبقى الشوجر لما بيقفل بيعمل فيورانوز او بيعمل ايه؟ بايرانوز. افتكروها من دي. يبقى الخماس اللي فيه اكسجين اسمه فيورانوز، سوري اسمه فيوران، والسداسي اللي فيه اكسجين اسمه ايه؟ بايران، اسمه بايران. في حاجه عاوز اسالكم فيها، هل يجوز ان انا اعمل دبل بوند مثلا في المكان ده؟ غلط. ليه غلط يا دكتور؟ غلط لان انت كده خليت الاكسجين بيعمل ثلاث روابط تراي فيلنت، وده مش مظبوط. كلنا عارفين الاكسجين بيبقى ايه؟ داي فيلنت، بيعمل رابطتين بس، يبقى الرابطه دي غلط. طيب، طب عاوز تقول لنا ايه يا دكتور؟ عاوز اقول لك ان الكربونه دي اللي ما عندهاش دبل بوند دي هي عباره عن سي اتش 2. عرفت منين؟ كلنا عارفين ان الكربون تترافيلنت رباعيه، بتعمل اربع رابط، فبالتالي عد الرابط بتاعتها بقى ناقصها رابطتين، فاضل لها 2 اتش سي اتش 2. انما الباقي كله سي اتش، يعني الكربونه ديت فاضل لها اتش بس عشان تكمل اربعه، ودي سي اتش، كلهم سي اتش، كل الكربونات دي سي اتش الا الكربونه دي اسمها سي اتش 2. الكربونه السي اتش 2 دي بنسميها هيدروجينيتد كربون. يعني ايه يا دكتور هيدروجينيتد كربون ده بقى؟ ان شاء الله ان عندها اتش زياده. لما تلاقي كربونه سي اتش 2 والباقي كله سي اتش، فالكربونه ديت مميزه عن بقيه صحباتها ان هي عندها اتش زياده، فبنقول عليها هيدروجينيتد كربون. فالهيدروجين كربون اللي هي سي اتش 2، انما السي اتش ديت عاديه. طيب عاوز توصل ليه يا دكتور؟ عاوز اوصل ان البيران ممكن ترسمه بطريقه تانية بس باختلاف توزيع الدبل بوند. وزعت الدبل بوند بشكل مختلف. حد يقدر يقول لي الهيدروجينيتد كربون راحت فين؟ راحت فوق هنا. يبقى البيران ملهوش شكل واحد. ده انت ممكن توزع الاثنين دبل بوند في الحلقه بالشكل ده او بالشكل ده. وبالتالي الهيدروجينيتد كربون يا اما تبقى في المكان اللي جنب الاكسجين او تطلع فوق. طب ازاي اميزهم في التسميه واحنا ما عندناش ترقيم؟ ما عندناش ترقيم 1 2 3، لكن ممكن نقول ان الكربونه دي نسميها الفا، والكربونه دي نرقمها بيتا، والكربونه ديت نقول عليها ايه؟ جاما. فنقول على دوت جاما بايران، وده نقول عليه الفا بايران. حد يرد عليا لو سمحتوا، الالفا والجاما هنا انديكيت ايه؟ انديكيت البوزيشن اوف الهيدروجينيتد كربون، بتدل على مكان الهيدروجينيتد كربون. مكانها فين؟ الفا يعني في المكان الفا، وجاما اللي هي فوق في المكان ايه؟ جاما. وما يجوز في الكومن نيم نستخدم 1 2 3، بنستخدم دايما الفا بيتا جاما لو اضطرينا للترقيم بالشكل ده. طيب حد يقدر يقول لي المركب ده اسمه ايه؟ سهل جدا، معلش امسح الشخبطه دي. حد يقدر يقول لي ده اسمه ايه؟ سهل خالص، ده اسمه الفا بايرون، مش بايران بقى، بايرون. قول ليه يا دكتور؟ عشان الدبل بوند او. طب دوت هو هو بس الدبل بوند فوق، فيبقى اسمه ايه؟ جاما بايرون. هنا الالفا والجاما انديكيت الاون بقى، الفا بايرون وجاما ايه؟ بايرون. ممتاز، عرفنا السداسي اللي فيه نيتروجين اسمه بيريدين، والسداسي اللي فيه اكسجين اسمه بايران، صح ولا؟ تمام. دلوقتي عاوز اقول على ثلاث مركبات مهمين جدا جدا، لكن هحطهم كده في بوكس احمر لان احنا اتكلمنا على موضوع البوكس الاحمر ده. هقول لكم ايه، بصوا معايا، لو عندي حلقه سداسيه فيها 2 نيتروجين الاثنين نيتروجين في الحلقه السداسيه ممكن يكونوا 1 2 لبعض، ممكن يكون 1 3، في احتمال يكون 1 4. ايه البوكس الاحمر ده؟ لو تفتكروا من شويه قلت لكم ان وسط الكومن نيم عندي خمس مركبات شوية رزلين محتاجين حفظ أكتر أو تتك عليهم في الحفظ أكتر من غيرهم. فاكرين بايرازول وإيميدازول؟ خليني أفكركم بيهم أهم. فاكرين؟
بيرازول وإيميدازول. كان الأخ ده اسمه إيميدا زول، وده كان اسمه إيه؟ بيرازول. ممتاز. كانوا اتنين نيتروجين في حلقة خماسية، وقلت لكم دول رزلين ومحتاجين ان انت تتك عليهم شويه في الحفظ، بيرازول وايميدازول. طيب لو كان عندي اتنين نيتروجين في حلقه سداسيه برضو دول يعني شويه رزلين، اجمع الاتنين دول على التلاته دول يبقى خمسه، يبقى الرزلين في الكومن نيم خمس مركبات يعني شويه ايه محتاجين صعبين في التسميه او صعبين في الحفظ. اللي هم مين بقى ان شاء الله؟ خلينا اللي هو واحد تلاته ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى بيريميدين. معلش شيل الام كده اللي في النص هيبقى بيريدين، عارفين بيريدين اللي هو ان واحده، احشر لها الرو ام في النص بقت بيريميدين. والام دي كانها مش حقيقي، كانها متى بتفكرك ان هما واحد ثلاثة لبعض، يبقى بدل بيريدين تبقى اسمه ايه؟ بيريميدين، اسمه بيريميدين. والام دي كانها ايه؟ ميتا. طيب لو كانوا واحد اتنين لبعض او كانوا واحد اربعة لبعض، واحد اربعة اسمه بايرا، واحد اتنين اسمه بايري، بفتكرها دي بفتحة وكسرة، عارف في العربي عندنا فتحة واحد مفتوح واحد مكسور، بايرا الفتحة بايري كانها زي كسرة. بايرا ايه بقى ان شاء الله؟ بايرازين. طب ودوت بايري دازين. ايه ده يا دكتور؟ دول رزلين قوي، ما انا قلت في الكومن نيم عندنا خمس مركبات شويه رزلين، اللي هما الخمسه دول اللي محطوطين في البوكس الاحمر. وهما ايه مين بالرزلين دول بقى؟ اللي هتلاقيهم يا اما اتنين نيتروجين في حلقه خماسيه، يا اما اتنين نيتروجين في حلقه ايه؟ سداسيه. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين بيرازول وبيرازين؟ لا فرق كبير. بيرازول اهو ده خلاص اخره اول يعني خماسي، بيرازين اخرها اين، يبقى ايه اللي بنتكلم على السداسي. ماشي. طيب يبقى تاني بقى اللي هم الحلقه السداسيه بتاعه الاثنين ان، لو كانوا الاثنين ان واحد تلاتة، افتكرها واحد تلاتة، انا مش بقول قواعد يا جماعه، انا بقول طريقه تسهل لك الحفظ. واحد تلاتة عارف بريدين، احشر لها ام في النص فتبقى اسمها بيريميدين بدل بريدين، بيريميدين. وكأن ان الام اللي في النص دي بتفكرك بالوضع متى او واحد تلاتة، يبقى اسمه بيريميدين. طب واحد اربعة واحد اتنين، واحد اربعة بايرا زين، واحد اتنين بايري دازين، مش بايري دازين، خدوا بالكم. يبقى بايرازين وبايري دازين. الخمسه اللي في البوكس دول على فكره كل اللي فاتوا في الكومن نيم عدي عليهم كده هتلاقيهم سهلين سلسين في الحفظ، الا دول هتلاقيهم شويه بيلخبطوا. طب عشان بيلخبطوا فعشان كده بنأكد عليهم. طب معلش حاجه كده لو انت تفكرت فيها شويه هتلاقي، لو بنتكلم على الاثنين ان في حلقه خماسيه، لو بتكلم على الاثنين ان في الحلقة الخماسية هنا يعني خلاص، يعني معناه ملهاش غير احتمالين، يا اما الاثنين ان واحد اثنين، يا اما واحد ثلاثة، مفيش احتمال تاني. لكن بتكلم على الاثنين ان في حلقة سداسية، حلقة سداسية لا، فيها احتمال يكون واحد اثنين، واحتمال يكون واحد ثلاثة، واحتمال يكون واحد اربعة. ماشي؟ ماشي يا شباب؟ طبعا الميزة في ان المحاضرات تبقى مسجلة ان انت تقدر تعيدها اكتر من مرة وتقدر تراجع مع نفسك. تمام؟ تمام. لحد السلايد اللي فاتت يا شباب ممتاز جدا ان انت تحفظ الكومن نيم دول. السلايد اللي هزودها دلوقتي في الكومن نيم لو للطالب الممتاز يعني دي يعني ممكن تكتفي لحد اللي فات، وممكن بقى تزود ديت لو انت مجتهد اكتر. ليه؟ لان ببساطه خالص ممكن ديت ايه مع المحاضرات واحنا ماشيين تقدر ايه تحفظ المركبات اللي هتكلم عليها. طيب عاوز اقول ايه هنا في السلايد؟ عاوز ازود ايه؟ هزود حاجات بسيطه مش كتير. طبعا كلنا خلاص عرفنا البريدين. بريدين ده لسه مش جديد اهو،
ده احنا واخدينه بيريدين، بس عاوز اذكرك بحاجه، ولما يبقى ساتيوريتد قلنا يبقى اسمه ايه؟ ها بيريدين ساتيوريتد يبقى اسمه بيبريدين. بيبريدين ممتاز. طيب ولسه كنا واخدين كل ده قديم، لسه ما قلتش الجديد. كنا واخدين بايرازين، ايوه ده المفتوح اللي بالفتحه، بايرازين 1-4 ده اللي هو بايرازين. تمام. طب لو كان البايرازين ساتيوريتد، هنا هرسمه بلون تاني لان دوت الجديد، كل دول انا قلتهم لكن ده بقى ايه الجديد اللي زياده. لو كان ساتيوريتد هيبقى اسمه بيبرازين. ايه اللفه دي يا دكتور؟ ولا لفه ولا حاجه، انا عشان اقول لك البيبرازين اضطريت اقول لك البريدين الساتيوريتد بتاعه بيبريدين، والبيرازين الساتيوريتد بتاعه بيبرازين، عشان على نفس الوزن فبالتالي ايه تفتكرهم مع بعض. يبقى البريدين لو بقى ساتيوريتد بيبريدين، والبيرازين لو بقى ساتيوريتد يبقى مين؟ يبقى بيبرازين. الاربعه اللي مكتوبين دول واحد بس هو اللي جديد اللي هو البيبرازين، بس انا عشان اربطهم لكم ببعض. طيب ايه تاني يا دكتور في السلايد الاخيره دي؟ تعالوا نتكلم على البنزو دريفاتيف. البنزو دريفاتيف اللي هو مين بقى ان شاء الله؟ ايه لو كان عندي البريدين، حلقه البريدين اهي، وركبت معاها حلقه بنزين فيوزد مع بنزين، تمام. دوت في الحقيقه المركب ده بيبقى ليه اتنين ايزومر، يا اما بالشكل الاولاني ده يا اما بالشكل التاني ده، على حسب مكان الان. شايفين ده بنزو بريدين الاولاني والتاني برضو بنزو بريدين، بس الفرق اختلاف البوزيشن بتاع النيتروجين، صح ولا؟ هنا في الشكل ده الاولاني النيتروجين نيكست تو الفيوجن. ايه الفيوجن دي يا دكتور؟ الفيوجن اللي هي منطقه الالتحام دي، الرابطه ما بين الحلقتين دي بنسميها الفيوجن او بنسميها الجنكشن. النيتروجين هنا نيكست تو الجنكشن، على طول جنب الجنكشن، انما هنا النيتروجين مش نيكست تو الجنكشن، بعيده عنها، صح؟ فده بنزو بريدين وده بنزو بريدين، بس بنميزهم عن بعض ازاي؟ ليه اسم كومن، الكومن بتاعه خلاص المشهور بتاعه اسمه ايه يا دكتور؟ ببساطة خالص ده الاولاني اسمه كوينولين، والايزومر التاني اسمه ايزوكوينولين. كوينولين وايزوكوينولين، يبقى كوينولين وايزوكوينولين. تمام؟ تمام. ايه تاني يا دكتور؟ اخر حاجه الداي بنزو دريفاتيف. الداي بنزو، ايه الداي بنزو دي بقى ان شاء الله؟ بصوا معايا، لو عندي حلقه بريدين اهو، حلقه بريدين ومش ماسكه في بنزين واحد، لا ماسكه في اتنين بنزين، عشان كده بقول لكم الداي بنزو، بنزين من اليمين وبنزين تاني من الشمال. الداي بنزو بريدين، الداي بنزو بريدين الاسم الكومن نيم بتاعه اسمه اكريدين. اكريدين، يبقى الداي بنزو بريدين اسمه ايه؟ اكريدين. في واحد ما قلناش عليه داي بنزو في الفايف ممبر اللي هو البيرول، فاكرين البيرول؟ ما اتكلمناش على الداي بنزو بتاعه. لو البيرول اخدناه داي بنزو حطيت له برضو حلقتين بنزين، واحدة يمين والتانية يسار، الداي بنزو بيرول اسمه ايه بقى؟ اسمه كاربازول. ايه ده يا دكتور؟ حصلت كاربازول؟ كاربازول، معلش اسم يبان انه صعب لكن بالتعود انت هتاخد بالك ان اسماء الهيتيرو بالتعود هتبقى دارجة بالنسبة لك. تمام؟ طيب يبقى اذا في السلايد دي
وانا قلت لكم السلايد دي نعتبرها يعني ايه زياده للمجتهدين، والافضل طبعا انك تحفظها. لكن اللي قبل كده ما سبق اساس ان كلكم تبقوا حافظينه من المحاضره الاولانيه، اساس ان تبقوا حافظينه من المحاضره الايه الاولانيه، ودول ممكن نحفظهم برضو لو احنا عندنا اجتهاد زياده، او نسيبهم خلال المحاضرات ايه هيعدوا علينا وهنحفظهم. ماشي تمام. طيب كده خلصنا الكومن نيم، ودلوقتي تعالوا نعمل كويز صغير خالص نختبر الذاكره بتاعتنا. يا ترى فاكرين الاسماء ديت ولا كل الصفحه ديت على الفايف ايه ممبر؟ خلاص. طيب الخماسي اللي فيه اكسجين كان اسمه ايه؟ ده اول واحد صح، فيوران. اللي فيه سلفر، ثيوفين صح، ثيوفين. اللي فيه نيتروجين، بيرول. ده الملخص يا جماعه. طب لو بقى ساتوريتد، تترا هيدرو فيوران. وعرفتوا يعني ايه تترا هيدرو؟ يعني فيوران وضفنا عليه 4 اتش. طب الثيوفين لو بقى ساتوريتد يبقى اسمه ايه؟ تترا هيدرو ثيوفين، تترا هيدرو ثيوفين. طب بايرول بقى ساتوريتد، ها هل اسمه تترا هيدرو بايرول؟ قلنا لا غلط، هتقول كلمه بايرول كامله وتحط وراها كلمه دين، بايرولي دين. يبقى بايرول لو بقى ساتوريتد بايرولي دين. اللي بعده ده سهل، ده مين ده؟ اوكسازول، اوكسازول. طب ما دوت ايزوكسازول، مظبوط. اللي بعده سايازول، وقلنا سايازول يعني ايه؟ يعني سلفر ونيتروجين في حلقه خماسيه. طب ودوت ايزوسايازول. اللي بعده اللي بعده دوت اتنين نيتروجين في حلقه خماسيه. افتكروا معايا الكلام ده، اتنين نيتروجين في حلقه خماسيه او اتنين نيتروجين في حلقه سداسيه، هم دول الخمس مركبات قلت لكم ريزلين، فاكرين ولا لا؟ طب ده اسمه ايه دوت ان شاء الله؟ اسمه ايميدازول. اسمه ايه؟ ايميدازول. فاكرين ايميدا؟ طب ودوت اسمه بايرازول، بايرازول. ايميدازول وبايرازول. طب البنزو دريفاتيف، ها البنزوفيوران، بنزوفيوران، البنزوفيوران ليه اسم كومان مشهور؟ حد عارف؟ اسمه كومارون، كومارون. ممتاز. طب البنزوثيوفين؟ لا هي اسمها بنزوثيوفين، بنزو ثيوفين. طب دوت بنزو بيرول؟ لا بنزو بيرول قلت لكم ده مهم جدا، ده الاندول. بنزو بيرول هو مين؟ هو الاندول. قلت لكم ده اللورد اوف ذا رينج، ده مهم جدا لان داخل في حاجات كتير جدا وخاصه الادويه. والدايوكسو بتاع الاندول اسمه ايه؟ اسمه ايزاتين. حتى انا وانا كنت بقولته اول مره قلت لكم لونه اورنج، عشان حتى كده قلت كتبته لكم بنفس اللون، ايزاتين ما تنساوش الايزاتين الاورنج ده الفاقع. تمام. طب الداي بنزو بايرول لسه كنا قايلينه، الداي بنزو بايرول اللي هو مين بقى؟ اللي هو كربازول، كربازول. طيب كمل الكويز معايا، دلوقتي بنتكلم في السكس ممبر كومان نيم، ها الحلقه السداسيه اللي فيها نيتروجين اسمها ايه؟ ها صح بريدين، ممتاز بريدين. الميثايل بريدين اسمه ايه؟ ايوه ما اسموش تولوين بقى، تولوين ده الميثايل بنزين اسمه تولوين، انما الميثايل بريدين اسمه بيكولين، ودي الفا طبعا، ده المكان ده الفا، المكان ده بيتا، المكان ده ايه؟ جاما. داي ميثايل بريدين اسمها ليوتيدين، ليوتيدين الفا وبيتا. ها ده مين؟ ثلاثة ميثايل اسمها كوليدين، وده سيمتريك كوليدين. البريدين لو بقى ساتوريتد، البريدين لو بقى ساتوريتد بقى اسمه بيبريدين، بيبريدين. البنزو بريدين، ها قلنا فيه تو ايزمر، البنزو بريدين ايوه اسمه كونولين،
ودوت الايزومر بتاعه اسمه ايه؟ ايزوكونولين، كونولين وايزوكونولين. طب حد عارف الداي بنزو بريدين؟ اسمه اكريدين. الداي بنزو اسمه اكريدين. التلاتة بقى الريزلين دولي، لما تلاقي 2 ان في حلقة سداسية او 2 ان في حلقة خماسية، هما دول اللي قلت لكم احفظوهم. ها لما يكونوا 1 3 اسمها بيريميدين. لما قلت لكم الام دي كانك حشرتها في النص في البريدين، فكانك حطيت ها عند 1 3 2 ان، صح ولا؟ طيب ودوت اسمه ايه؟ بايري. ال 1 2 ده اسمه بايري اللي هو الكسره، وال 1 4 اسمه ايه؟ بايرا، بايرازين، وده اسمه ايه؟ بايريدازين. ممتاز. البايرازين لو بقى ساتوريتد اسمه بيبرازين. مين دوت؟ الاوكسجين في حلقه سداسيه. الاوكسجين في حلقه خماسيه في يوران. الاوكسجين في حلقه سداسيه اسمه ايه؟ بايران. برافو، بايران بس الفا عشان الهيدروجينيتد كربون. ده اسمه بايران ولا بايرون؟ بايرون اللي عنده بالبندق، بس جاما، جاما بايرون. تمام كده احنا اتكلمنا فين؟ في التسميه، الكومن نيم، الكومن نيم.